بخصوص الجي ان 1 المتحور الجديد ده، الكوفيد الجديد. دلوقتي الناس بتتعامل مع دور البرد اللي بيجي لها، لو جالها شوية كحة مع دور البرد. على سبيل المثال، لو جالك برد بس شوية الزكام وكده، ما هواش الكوفيد. لو جالك برد بسخونة وكحة، هتلاقي الدكتور بدأ يتعامل معاه على إنه كوفيد. اللي زايد دلوقتي، اللي تم نشره على مستوى دولي، إنه من الممكن، وده كان اتقال بأكتر من طريقة قبل كده على فكرة، يعني للناس اللي بتتابع يعني قوي، اتقال بأكتر من طريقة قبل كده، إنه الكوفيد عموما لما بيبقى قوي زيادة عن اللزوم، الناس اللي جالهم كوفيد في الموجة الرهيبة قبل كده، بيقول لك ان هو دايما بيسيب اثر او بيهاجم الجسم، جزء من جسمك اللي هو الاكثر ضعفا. ال 12 دلوقتي قالوا انه المتحورات الجديده دي ممكن تبقى بتدخل عن طريق الامعاء، عن طريق الجهاز الهضمي. ده سؤالي للدكتور امجد الخولي، استشاري الوبائيات في منظمه الصحه العالميه. برحب بحضرتك معانا يا فندم. دلوقتي الكوفيد بيدخل هنا بطريقه مختلفه، المتحور الجديد ده؟ مساء الخير استاذ شريف، وتحياتي لسيادتك كل المشاهدين. لا، هو دخول الكوفيد ما زال هو مرض تنفسي بينتقل من خلال الغزاز او من خلال التنفس، لكن الكوفيد هو واحد من عائله كبيره اسمها كورونا فايروس. العائله دي معروف ان ممكن بتصيب الجهاز الهضمي، اصابتها او تواجدها في الجهاز الهضمي قد يسبب بعض اعراض جهاز هضمي كمغص، اسهال، ألم في البطن، ولكن ليست أعراض. يعني هو جزء من الأعراض اللي ممكن البني آدم يصاب بيها. بالضبط، وده كان في شفناه في الكوفيد في البدايات وما زال، لكن وليس هو العرض الأساسي والعائد كمرض تنفسي أكثر شيوعا. هو ما زال هو مرض تنفسي بيصيب الجهاز التنفسي، ينتقل عن طريق التنفس فقط، هو مصدر دخوله الوحيد هو الأنف، الجهاز التنفسي فقط. لغاية دلوقتي الكوفيد المتحور الجديد الجي ان 1 ده، رغم انتشاره، الواحد فاهمه انه العالم، منظمة الصحة العالمية قالت انه جدير بالملاحظة لكن مش مقلق. احنا لغاية دلوقتي في نفس المستوى ده. طيب، احنا منظمة الصحة العالمية مع كوفيد والتحورات اللي بتحصل، بتقسم المتحورات الى 3 درجات. الدرجة الأولى عند اكتشافه بتبقي تحت الملاحظة، ثم بعد ذلك يرتفع إلى حسب الوضع الوبائي إلى مثير للقلق، مثير للانتباه، ثم مثير للقلق. دي المرحلة الأخيرة. احنا في المرحلة الثانية اللي هو مثير للانتباه أو المتابعة بسبب انتشاره الكبير. بالضبط، الفرق ما بين المثير للانتباه والمثير للقلق هو شدة المرض وتأثيره على الخدمات الصحية. شفنا الموجات الأولى ودي الخدمات الصحية حصل لها انهيار في دول كثيرة، وبالتالي بنقول على المتحورات هي مثيرة للقلق لو في شدة في الوفيات، عدد وفيات أكتر، أو بيؤثر على المؤسسات الصحية. حتى الآن كل المعلومات اللي بتقول، وفي دراسات تمت في بلجيكا وفي سنغافورة، والزيادات دي يا فندم اللي ظهرت دي على انتشارها ما ادتش لزياده ملحوظه في الاعداد اللي بتروح مستشفيات. بالظبط، وفي دي نقطه مهمه جدا، ممكن الزياده تؤدي المستشفى تبقى دي الازمه بدات. بالظبط، وفي في دراسه اتعملت في بلجيكا والنتائج الاوليه بتقول اتعملت على كبار السن اكثر من 65 سنه، وثبت انه ما فيش تاثيرات جوهريه شديده بسبب هذا المتحول الجديد مقارنه بمتحولات الحمد لله سابقه لأمكم. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية، شكرا جزيلا لحضرتك. بنحاول ان احنا نكون جاوبنا على عدد من الأسئلة، بنحاول ان احنا نكون يعني